أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. قال الإمام العارف بالله أحمد ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه: يا أيها العبد، اطلب التوبة من الله في كل وقت، فإن الله تعالى قد ندبك إليها فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة، فإن أردت التوبة فينبغي لك ألا تخلو من التفكر طوال عمرك، فتفكر فيما صنعت في نهارك، فإن وجدت طاعة فاشكر الله تعالى عليها، وإن وجدت معصية فوبخ نفسك واستغفر الله وتب إليه، فإنه لا مجلس مع الله تعالى أنفع لك من مجلس توبخ فيه نفسك ولا توبخها وأنت ضاحك أو فرح، بل وبخها وأنت مجد صادق مظهر لحزن قلبك منكسر ذليل، فإنك إن فعلت ذلك أبدلك الله بالحزن فرحا، وبالذل عزا، وبالظلمة نورا، وبالحجاب كشفا. واعلم أنه إذا كان لك وكيل يحاسب نفسه فأنت لا تحاسب لمحاسبته لنفسه، وإن كان لك وكيل غير محقق لنفسه فأنت تحاسبه وتحقق معه وتبالغ في محاسبته. فعلى هذا ينبغي لك أن يكون عملك كله لله تعالى، ولا ترى أنك تفعل فعلا والله تعالى لا يحاسبك أو يحاقق معك. فإذا وقع من العبد ذنب وقع معه ظلمة، فمثال المعصية كالنار والظلمة دخانها، كمن أوقد في بيت 70 سنة ألا تراه يسود؟ كذلك القلب يسود بالمعصية، فلا يطهر إلا بالتوبة إلى الله تعالى. فإذا تبت إليه زالت آثار الذنوب، ولا يدخل عليك الإهمال إلا بإهمالك عن متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تحصل لك الرفعة عند الله إلا بمتابعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. والمتابعة له على قسمين: جلية وخفية. فالجلية كالصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وغير ذلك، والخفية أن تعتقد الجمع في صلاتك وأن تخشع فيها،
والتدبر في قراءتك، فإذا فعلت الطاعة كالصلاة والقراءة ولم تجد فيها خشوعا ولا تدبرا، فاعلم أن بك مرضا باطنا من كبر أو عجب أو غير ذلك. قال سبحانه: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، فيكون مثلك كالمحموم الذي يجد في فمه السكر مرا، فالمعصية مع الذل والافتقار خير من طاعة مع العز والاستكبار. قال تعالى حكاية عن نبيه إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة وأتم السلام: فمن تبعني فإنه مني. فمفهوم هذا أن من لم يتبعه ليس من. وقال تعالى حكاية عن نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: إن ابني من أهلي. فأجابه سبحانه بقوله: قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فالمتابعة تجعل التابع كأنه جزء من المتبوع وإن كان أجنبيا، كسلمان الفارسي رضي الله عنه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: سلمان منا أهل البيت. ومعلوم أن سلمان من أهل فارس، ولكن بالمتابعة نسبه إليه. فكما أن المتابعة تثبت الاتصال، كذلك عدم المتابعة يثبت الانفصال. وقد جمع الله تعالى الخير كله في بيت، وجعل مفتاحه متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتابعه بالقناعة بما رزقك الله تعالى، والزهد والتقلل من الدنيا، وترك ما لا يعنيك من قول أو فعل. فمن فتح له باب المتابعة فذلك دليل على محبة الله عز وجل له. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذا طلبت الخير كله فقل: اللهم إني أسألك المتابعة لنبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الأقوال والأفعال، وإنه من أراد ذلك فعليه بعدم الظلم لعباد الله تعالى في أعراضهم وأنسابهم، فلو سلموا من ظلم بعضهم بعضا لانطلقوا إلى الله تعالى، ولكنهم معوقون بسبب الظلم بينهم. واعلم أنك لو كنت مخصصا عند الملك مقربا منه، وجاء من يطلبك بدين ضيق عليك ولو كان قدرا يسيرا، فكيف بك إذا جئت يوم القيامة ومئة ألف إنسان أو أكثر يطلبونك بديون مختلفة من أخذ مال وقذف عرض وغير ذلك، فكيف يكون حالك؟ المصاب حقا من محقته الذنوب والشهوات حتى جعلته كالخرقة البالية، هذا هو المنكوب المعزى.
ذهبت مآكله وشهواته، ملأ بها المرحاض وأرضى بها زوجته، ويا ليتها كانت من حلال. فأول المقامات التوبة، ولا يقبل ما بعدها إلا بها. مثال العبد إذا فعل المعصية كالقدر الجديد، يوقد تحتها النار ساعة فتسود، فإن بادرت إلى غسلها اغتسلت من ذلك السواد، وإن تركتها وطبخت فيها مرة بعد مرة ثبت السواد فيها ولا يفيد غسلها شيئا. فالتوبة هي التي تغسل سواد القلب، فتبرز الأعمال وعليها رائحة القبول. فاطلب من الله تعالى التوبة دائما، فإن ظفرت بها فقد طاب وقتك، لأنها موهبة من الله يضعها حيث يشاء من عباده، وقد يظفر بها العبد المشقق الأكعاب دون سيده، وقد تظفر بها المرأة دون زوجها، والشاب دون الشيخ. فإن ظفرت بها فقد أحبك الله تعالى لقوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وإنما يغتبط بالشيء من يعرف قدره، ولو بذرت الياقوت بين الدواب لكان الشعير أحب إليهم، فانظر من أي الفريقين أنت، إن تبت فأنت من المحبوبين، وإن لم تتب فأنت من الظالمين. من تاب ظفر، ومن لم يتب خسر. ولا تقطع يأسك وتقول: كم أتوب وأنقض. فالمريض يرجو الحياة ما دامت فيه الروح، فإذا تاب العبد فرحت به داره من الجنة، وتفرح به السماء والأرض، ويفرح به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالحق سبحانه لم يرضى أن تكون محبا بل محبوبا، وأين المحبوب من المحب؟ أف لعبد يعلم إحسان المحسن فيجترئ على معصيته، ولكن ما عرف إحسانه من أثر عصيانه، وما عرف قدره من لم يراقبه، وما ربح من اشتغل بغيره وعلم أن النفس تدعوه إلى الهلكة فتبعها، وعلم أن القلب يدعوه إلى الرشاد فعصاه، وعلم قدر المعصي فواجهه بالمعصية، ولو علم اتصافه بعظمته لما قابله بوجود معصيته، وعلم قرب مولاه وأنه يراه فسارع لما عنه نهى، وعلم أثر الذنب المترتب عليه في الدنيا والآخرة في الغيب والشهادة، فما استحيا من ربه ولو علم أنه في قبضته لما قابله بمخالفته. واعلم أن المعصية تتضمن نقض العهد وتحليل عقد الود والإيثار على المولى والطاعة للهوى وخلع جلباب الحياء
والمبادرة لله بما لا يرضى، مع ما في ذلك من الآثار الظاهرة من تكدر الأعضاء والجمود في العين والكسل في الخدمة وترك الحفظ للحرمة وظهور كسب الشهوة وذهاب بهجة الطاعات. وأما الآثار الباطنة فكالقساوة في القلب ومعاندة النفس وضيق الصدر بالشهوات وفقدان حلاوة الطاعات وترادف الأغيار المانعة من بروق شوارق الأنوار واستيلاء دولة الهوى إلى غير ذلك من ترادف الارتياب ونسيان المآب وطول الحساب. ولو لم يكن في المعصية إلا تبدل الاسم لكان ذلك كافيا، فإنك إذا كنت طائعا تسمى بالمحسن، وإذا كنت عاصيا صار اسمك المسيء المعرض. هذا في انتقال الاسم، فكيف بانتقال الأثر من تبدل حلاوة الطاعة بحلاوة المعصية ولذة الخدمة بلذة الشهوة؟ هذا في تبدل الأثر، فكيف بتبدل الوصف؟ فبعد أن كنت عنده موصوفا بمحاسن الصفات فينعكس الأمر عليك فتتصف بمساوئ الحالات. هذا في تبدل الوصف، فكيف بتبدل المرتبة؟ فبعد أن كنت عند الله من الصالحين صرت عنده من المفسدين، وبعد أن كنت من المتقين صرت عنده من الخائنين. فإن كانت الذنوب منفتحة في وجهك فاستغث بالله والجأ إليه واحث التراب على رأسك وقل اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة، وقل يا أرحم الراحمين. أتريد أن تجاهد نفسك وأنت تقويها بالشهوات حتى تغلبك؟ وإلا فقد جهلت، فالقلب شجرة تسقى بماء الطاعة وثمراتها مواجيدها، فالعين ثمرتها الاعتبار والأذن ثمرتها الاستماع للقرآن واللسان ثمرته الذكر واليدان والرجلان ثمرتهما السعي في الخيرات. فإذا جف القلب سقطت ثمراته، فإن أجدب فأكثر من الأذكار ولا تكن كالعليل يقول لا أتداوى حتى أجد الشفاء، فيقال له لن تجد الشفاء حتى تتداوى. فالجهاد ليس معه حلاوة، ما معه إلا رؤوس الأسنة. فجاهد نفسك، هذا هو الجهاد الأكبر، واعلم أن الثكلى لا عيد لها بل العيد لمن قهر نفسه، لا عيد إلا لمن جمع شمله. جاز بعضهم على دير راهب فقال له يا راهب متى عيد هؤلاء القوم؟ قال يوم يغفر لهم. ما مثالك مع نفسك؟
إلا كمن وجد زوجته في حاجة إلى خمار، فأتاها بالملابس الحسنة والمآكل الطيبة، وإذا تركت الصلاة أصبحت تطعمها الهرائس والألوان. يبقى بعضهم 40 سنة لا يحضر الجماعة لما يشم من نتن قلوب الغافلين. فما أعرفك بمصالح الدنيا وما أجهلك بمصالح آخرتك. مثال الدنيا عندك كمن خرج إلى الضيعة واجتهد فخزن الأقواد، فقد أتيت بما يعود نفعه عليك في وقته، وأنت خزنت حياة الشهوات وعقارب المعصية فهلكت. كفى بك جهلا أن الناس يخزنون الأقوات لوقت حاجتهم إليها، وأنت تخزن ما يضرك وهي المعاصي. فهل رأيت من يأتي بحيات فيربيها في داره؟ فهل أنت تفعل ذلك؟ وإن أضر ما يخاف عليك صغائر الذنوب، لأن الكبائر ربما استعظمتها فتبت منها، واستحقرت الصغائر فلم تتب منها. فمثالك كمن وجد أسدا فخلصه الله تعالى منه، فوجد بعده 50 ذئبا فغلبوه. وإن الكبيرة حقيرة في كرم الله، فإذا أصررت على الصغيرة صارت كبيرة، لأن السم يقتل مع صغره، والصغيرة كالشرارة من النار، والشرارة قد تحرق بلد. فمن أنفق عافيته وصحته في معصية الله فمثاله كمن خلف له أبوه 1000 دينار فاشترى بها حيات وعقارب وجعلها حوله، تلدغه هذه مرة وتلسعه هذه أخرى، أفما تقتله وأنت تمحق الساعات في مخالفته؟ فما مثالك إلا كالحدأة تطوف على الجيفة، حيثما وجدتها انحطت عليها. كن كالنحلة، صغير جرمها عظيمة همتها، تجني طيبا وتضع طيبا. طالما تمرغت في مواطن المحن فتمرغ في محاب الله عز وجل، فهذه الحقيقة تبين طريقك. ولكن من أماتته الغفلة لم ترده النكبات، لأن المرأة الناقصة العقل يموت ولدها وهي تضحك، فكذلك أنت تغفل عن قيام الليل وعن صيام النهار وفي جميع جوارحك ولم تتألم. وما ذلك إلا لأن الغفلة قد أهانت قلبك، ولأن الحي يؤلمه نقر الإبرة، ولو قطع الميت بالسيوف لم يتألم، فأنت حينئذ ميت القلب. اجلس مجلس الحكمة، فيه نفحة من نفحات الجنة، تجدها في طريقك وفي دارك وفي بيتك، فلا يفتك المجلس ولو كنت على معصية. لا تقل ما الفائدة،
في حضور مجالس الصالحين. أنا أعصي ولا أقدر على ترك المعصية، بل على الرامي أن يرمي، فإن لم يأخذ اليوم يأخذ غدا. واعلم يا هذا، إياك والمعصية فقد تكون سببا لتوقف الرزق، فاطلب من الله تعالى التوبة، فإن قبلت وإلا فاستغث بالله، ولا تكن كمن أتى عليه 40 سنة ولم يقرع باب الله قط. وأكثر ما يخاف عليك سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى، بسبب إطفاء جمرة الإيمان بسواد العصيان، وهي الذنب على الذنب حتى يسود القلب من غير توبة. فإياك أن تتهاون في أعمالك، وأن تختار الطيبات لمرحاضك، واحذر نفسك التي بين جنبيك، فهي التي تحطب عليك ثم لا تفارق صاحبها إلى الممات. الشيطان يفارق في رمضان لأنه تغل فيه الشياطين، وربما تجد في رمضان من يقتل فيه أو يسرق، هذا من النفس. نفسك إن مالت إلى المعصية ذكرها بعذاب الله والقطيعة عن الله بسببه. والعمل المسموم يترك مع العلم بحلاوته، لما فيه من وجود الأذى، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا حلوة خضرة، ويروى أيضا جيفة قذرة، لأنها حلوة خضرة عند أهل الغفلة، وجيفة قذرة عند العقلاء. حلوة خضرة عند النفوس، جيفة قذرة عند أهل القلوب. حلوة خضرة للتحذير، وجيفة قذرة للتنفير. فلا تخدعنكم بحلاوتها، فإن عاقبتها مرة. إذا قيل لك: من المؤمن؟ فقل: الذي اطلع على عيب نفسه ولم ينسب أحدا من العباد إلى عيب. وإذا قيل لك: من المخذول؟ فقل: الذي ينسب العباد إلى العيب ويبرئ نفسه منه، ومما تمادى عليه أهل الزمان مباسطتهم ومؤانستهم للعاصين. لو أنهم عبسوا في وجوههم لكان ذلك زاجرا لهم عن المعصية. إنه لو فتح لك باب الكمال لما رجعت إلى الرذائل. أرأيت من فتح له باب القصور هل يرجع إلى المزابل؟ لو فتح لك باب الأنس بينك وبينه ما طلبت من تأنس به غيره؟ لو اختارك لربوبيته ما قطعك عنه؟ لو كرمت عليه ما رماك لغيره؟ إذا عزل عنك محبة مخلوق فافرح، فهذا من عنايته بك. ولا تكون معصية إلا والذل معها. أفتعصي ويعزك؟ كلا، فقد ربط العز مع الطاعة والذل مع المعصية، فصار في طاعته نور وعز وكشف وحجاب، وضدها معصية
هي ظلمة وذل وحجاب بينك وبينه، ولكن ما منعك من الشهود إلا عدم وقوفك مع الحدود واشتغالك بهذا الوجود. إذا عصى ولدك فأدبه بالشرع ولا تقطع، بل قابله بالعبوسة ليكف عن المعصية، وإن أكثر ما يدخل على المؤمن الدخل إذا كان عاصيا، فإما أن يفضحوه وإما أن يستهزئوا به، فإذا فعلوا ذلك به فقد أخطأوا الطريق. إذا عصى المؤمن فقد وقع في ورطة عظيمة، وطريقة أن تفعل معه كما فعلت مع ولدك عند عصيانه، أن تعرض عنه في الظاهر وتكون له راحما في الباطن، وتطلب له الدعاء بالغيب، وكفى بك جهلا أن تحسد أهل الدنيا على ما أعطوا وتشغل قلبك بما عندهم فتكون أجهل منهم، لأنهم اشتغلوا بما أعطوا واشتغلت أنت بما لم تعطى. ترمد عينك فتعالجها، وما سبب ذلك إلا أنك ذقت بها لذة الدنيا، فتعالجها حتى لا يفوتك النظر إلى مستحسناتها. وترمد بصيرتك 40 سنة فلا تعالجها، واعلم أن عمرا ضيع أوله حري بك أن تحفظ آخره. كالمرأة كان لها 10 أولاد، مات منهم 9 وبقي 1 منهم، أليست ترد وجدها على ذلك الواحد؟ وأنت قد ضيعت أكثر عمرك، فاحفظ بقيته وهي صبابة يسيرة. والله ما عمرك من أول يوم ولدت فيه، بل عمرك من أول يوم عرفت الله تعالى فيه. شتان بين أهل السعادة وأهل الشقاوة، فأهل السعادة إذا رأوا إنسانا على معصيته أنكروا عليه في الظاهر ودعوا له في الباطن، وأهل الشقاوة ينكرون عليه تشفيا فيه، وربما ثلموا عليه عرضه. فالمؤمن من كان ناصحا لأخيه في الخلوة ساترا له في الجلوة، وأهل الشقاوة بالعكس إذا رأوا إنسانا على معصية أغلقوا عليه الباب وفضحوه فيها. فهؤلاء لا تنور بصائرهم وهم عند الله مبعدون. وإذا أردت أن تختبر عقل الرجل فانظر إليه إذا ذكرت له شخصا، فإن وجدته يطوف على محل سوء حتى يقول لك خلنا من ذاك فعل كذا وكذا، فاعلم أن باطنه خراب وليس له معرفة. وإذا رأيته يذكره بخير أو أن يذكر له ما يوصف بالذم عنه فيحمله على محمل حسن ويقول لعلة منها أو له عذر أو ما أشبه ذلك، فاعلم أن باطنه معمور. فإن المؤمن يعمل على سلامة عرض أخيه المسلم، ومن قارب فراغ عمره ويريد أن يستدرك ما فاته فليذكر بالأذكار الجامعة، فإنه إذا فعل ذلك صار العمر القصير طويلا كقوله:
سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وكذلك من فاته كثرة الصيام والقيام أن يشغل نفسه بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنك لو فعلت في جميع عمرك كل طاعة ثم صلى الله عليك صلاة واحدة رجحت تلك الصلاة الواحدة على كل ما عملته في عمرك من جميع الطاعات، لأنك تصلي على قدر وسعك وهو يصلي على حسب ربوبيته. هذا إذا كانت صلاة واحدة، فكيف إذا صلى عليك عشرا بكل صلاة كما جاء في الحديث الصحيح؟ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا أنت التواب الرحيم. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم فرج عن أمة حبيبك محمد. اللهم أصلح أمة حبيبك محمد. اللهم ارحم أمة حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.